غادي نسخن غير داك الطاجين اللي شاطلينا مع دوك الناس اللي تعشاو عندي البارح. فاش جيت من الخدمه بدلت حوايجي ومجيت عند ولدي، قلت له ولدي عاوني بهذيك الطابله ديال الجرده باش نتغداو اليوم في الجرده، حيت كاين واحد الصه ديال البنات وواحد الصه لهلي يوريكم. صافي البنات وعاوني ولدي الله يعطيه الرضا، الله يخليه ليا ربي يخلي لكم وليداتكم. صافي وجدنا هذيك الطبيله بحال هكا حتى لاخر لحظه عاد تنشوف انا لاباري ما تتصورش مزيانه البنات معوجه. قلت ماشي مشكل غادي نخليها لكم نيت هكذا. صافي البنات مشيت جبت داك الطاجين اللي سخنت وديك لا سالاد اللي شاط ليا، كيف عرفتو تبارك الله كلاو بزاف بزاف في لي سالاد، حيت بزاف ديال الناس هنا في فرنسا ما تياكلوش اللحم. صافي البنات وبقات ليا واحد شويه ديال الطاجين حتى هو. صافي هذا هو الغدا ديالنا، المهم غير اللي شاط. تبارك الله تيجا بنين هاد الطويجينه ولي سالاد حتى هما. كما قلت لكم داكشي اللي شاط لينا البارح هو اللي غادي نتغدى به. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو. الى عجبكم الفيديو البنات ما تنساونيش ديري واحد الحركه ليكسبلور فضلا وليس امرا. راه عندي السينيور في القناه الله يعطيكم الخير فضلا وليس امرا. الناس اللي عايشين في الغربه راه كيتخلصوا بالاورو الاخوان، والله ماشي كيلقاو الاورو طايح، لا حيت ملي كينزلوا في الصيف كيجيب لك اللي قسم الله في الكادوات كتقول لي تا صاحبي جيب لنا ايفون، ترى هو اللي عايش في امريكان ما عندوش ايفون، انت كيفاش تجيب لنا ايفون؟ كيقول لي ايفون بحال زعما هو كيكون غادي في امريكان كيلقى الاورو طايح. وش هبيل راه السيد خدام، انتوما التريكه كتكون 150 فرد واش يجيب لكم 150 ايفون؟ راه ما بقاش كيقنعهم الشامبوان الصابون الحوايج، لا وليتي الا جبتي هادشي كتسمى راك سقرام. لا ما سقرامش سيد جيب على قدو. ودابا حنا المغاربه عندنا واحد المنطق هو انك جيتي من الغربه خاصك تجي زعر، شوف كي دير انت عينك كحلين شوف كي دير خضرهم وجي عينك خضرين، عرفتي الا مشيتي تا جيتي عادي كيقول لك تشوف صاحبي تي شو صاحبي جاي من الغربة كاع ما باينه فيه حنا وتتبان فينا الغربة. تي واش تهبيل راه سيد راه عا مغربي وعايش في الغربة، راه ماشي كاوري راه هو مغربي ومشى لتما، راه انت لا ديناك تما غتبقى هو انت. كتلقى مسكين لابس تريكو عادي كيقول لك تي شو صاحبي ما لابس لا مارك، انت فين يطلع انت لابس لا مارك كيف تي شو ضارب لاكوست هنا لاكوست لاكوست واقف في راس الدرب لا ختمه لا ردمه وحاضينه. سير اخويا عاد ولا بدي كلشي واحد هبيل في العائله كيخليك حتى كتجي من الغربه وكيبدا لك دويدوي معايا فرونسي ادويدوي معايا في اللونجلي، انت واخا يكون كيعرف يدوي غتلف لينا هذا انت كيفاش دويدوي كيقول لك ادويدوي واخا ما نفهمك تدوي وكنت كتبقى دويدوي كيخليك حتى تسالي كيبدا لك او مي سي نيكولا لا فوندي مي اشيت اني شني ابل اسني ميتي كالا بدي يقولك بتكني كدو قبل زعما راه سافرتي زعما راه كطلع عليك. لا لا هبل لا لا زعما هبل راه كيعانيو بساكن والله كيعانيو. عاد الا خرجنا معاهم كنا كنسدو جيوبنا، الا خرجنا معاهم كيقول لك خلي هو يخلص، علاش كيتخلصوا بالاورو تي اورو راه طالعه تما ترى 100 درهم كتجي كيف والو. كان غادي يهزني الدو ديال البنات كيف لقيت هاد الطروح عشاكم. اش غادي نقول لكم خرجناه البارح بالليل ودخلته دابا ولقيت فيه يا سلام واحد الدو ديال البنات قداش راسو ناري دوك البيضون طوالين كيف عرفتوا دابا مع الصاد يا سلام. وانا بصراحه قال كل 15 يوم ولا كل 3 سيمانات كل 3 سيمانات تنغسلوهم البنات. وتا هذا ديال الكوزينه هو ديال الكوزينه بصراحه قال كل سيمانات اما مسحو اما نغسلو بحال هكذا بالصابون وبجافيريا البنات وهذا الشيء اللي كاين. المهم غادي نبارطاجي معكم هذا النهار، هذا النهار غير في الجرده ديال البنات غادي نغسل معكم شي كراسه وشي تخربيقات، ما عرفتوش عندي باقي الوقت باش يعني نوجد معكم كل شيء هذا الشيء يعني نصور معكم كل شيء وغادي نغرس باقي الجرده. وتنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو البنات غير ما تنسونيش بواحد التشجيع من عندكم هي الكبيدات ديالي واحد الكومنت يكون زوين هنايا راجلي تيعاوني تيرش ليا يعني تنغسل داك الدص اللي وسخت يعني اللي خويت فيه غير الماء ديال لابوبيل حاجاكم. وهنا جيت لهاد لاطابل حتى هي حكيتها بالصابون وبجافيل ومسحتها كيف تتعرفوا كان واحد الريح وتيجي بشي واحد الرمله رقيقه يا البنات. فاش فركت يا البنات صافي مسحتها يا البنات وجيت هنا تنسقي هاد الغرس هذا خاصني يعني سقيته كامل البنات حيت عرفتوا راه عندنا 35 درجه الومبغ يعني ماشي في الشمس والعافيه نايضه هنايا. اش غادي نقول لكم ماشي بحال دوك المدن اللي فيهم البحر فيهم شويه تاع الريح ولا هنايا مزموت مزموت الحال مزموت حتى ديك العشية عاد بدات الريح واحد شوية بدات تنفسات الدنيا. والحمد لله على كل شيء ونتمنى يعجبكم هاد الفيديو ديال الكبيدات ديالي. ما تنساونيش من حركات الاكسبلور البنات راه دايرين ليا السينير في القناة الله يعطيكم الخير فضلا وليس امرا. فاش وجدت راسي فطرت صيفطت ولدي للمدرسة
جيت ديريكت لهاد الصالون بعدا، راه بيوت النعاس خليت ليهم الشراج محلولين، غير غادي نسالي من هاد الصالون وغادي نمشي لديك البيوت النعاس، ولكن راه ما غاديش نصور لكم كلشي يا البنات حيت زربانه باش نمشي للخدمه ديالي. بدلت هذاك البروتيج اللي درت فوق الكنابي حيدته ودرت هذا، هذا راه صبونتو، والمهم كنت مصبناه وصافي. صافا البنات، وجيت باش نحطو فوق داك الكنابي ورد كل حاجه في بلاصتها. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو الكبيدات ديالي. هذه هي المرأة المكافحة مع الزمن، ما كان غير الشرية البنات، خصوصا في هذه الدولة في أوروبا ما كان غير الشرى، ما كان كاع الوقت فين غادي تحكي شعكاكتك. وهذا الشيء اللي كان الكبيدات ديالي. صافي فاش قديت تما دوزت لاسبيراتور، ومن بعد غادي نسقي معكم شي ورد ونسقي نيت التهادو اللي كاينين في الداخل ديال الدار. وهذا الشيء اللي كاين، هذا هو نهاري. وكما قلت لكم غادي نمشيو للبيت النعاس، ولكن ما غاديش نصبر لكم كلشي. ها نتوما كيفاش تقاد، هو هذاك ان شاء الله نرجع من الخدمه نلقاه هو هذاك مقاد. صافي البنات، وجبت هذه باش نسقي داك الورد اللي عندي في البالكون. ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ونتمنى تدوزوا هذا النهار بخير وعلى خير. غير ما تنساونيش واحد الكومونتي خزوين، واحد القليب، وما تنساونيش البنات ديروا ليا حركه الاكسبلور، راه عندي السينيور في القناه. حطيت لكم واحد الفيديو البارح ولكن راه ما بقاش عندي في القناه، تحيت ليا البنات، وشكرا لكم الكبيدات ديالي. انا ريا، انا ريا، جيت تشوفوا الاكله ديال لالزاس، ديال هاد البلاصه فين ساكنه انا بالضبط في فرنسا. هنايا كاينه واحد التخليطه تتجي بنينه يا البنات. هنايا كاين البطاطا المسلوقه وكاين داك الجومبون ديال لاداند. تتشدي البطاطا تسلقيها وتتقطعيها مدورات، وتتشدي هذاك الجومبو تتقطعيه حتى هو مربعين، والبصله والثومه، وبيان سيغ العطريه بالفرماج، ولكن الفرماج سبيسيال ديال هاد الاكله. صافي البنات، تديروا البطاطا، تديروا العطريه ديالها، تديروا الجومبون، وتديروا داك الفرماج سبيسيال ديال لا غاكليت الا تتعرفوه. تديروا هكاك حتى تكملوا المقادير ديالكم اللي عندكم فوق الطابله. هنا عرضها على واحد الصديقه وجاره. هادشي اللي كاين الكبدات ديالي، وتجي بنينه يا البنات الا عرفتوا داك لا غاكليت، داك الفرماج ديال لا غاكليت فين تيتباعوا، في اي محل مما مشيتو غادي تلقاو فيه. صافا البنات، فسالينا، جمعت دوك الماعن رديتهم في الماكينه، غادي ندورها ان شاء الله. صافا البنات، وهنا مسحت هذيك، ضروري خاصني نمسح ديك لابلاك، وهنا الديسير. غادي نوري لكم شي مشتريات اللي وصلوني من عند شيئين. غادي نبدا لكم بهادي ديال ولدي، مع شريت شي بياسات. شوفوا البنات، ما يدبا انا حسب باش نبقى نمشيو لابيسين، وسميتو ثلاثه بهم بتسعة ما شريتهم البنات، وسميتو من تيوصلوا لكم مده 10 ايام البنات، حيت صورتوني في واحد الفيديو مده 10 ايام تيوصلوا لكم الحوايج ديالكم. وهادي مايو تيدير سبعة، هذا المايو دبان ديالي باش نغطيو الكرش. شوفوا البنات كي داير، غنخلي لكم التصاور في التحت البنات. شوفوا البنات زوين، فيها حتى شي بحال هكذا ومنور، راه هو فيه الشورت البنات، ها الشورت تيوصل لكم تقريبا حتى لهنا. شريت البنات جوج، حيت عندنا لا بلاج الاصطناعي هنايا في كولماخ وتنمشيو ليه بزاف. ها نتوما شريت كحل، وهذاك اللي فيه الخضر مع بالكحل حتى هو بالشورت ديالو، او باش ندرقوا العيوب. وولدي صدعني صدعني، قال لي ماما شري لي هذه اللي غادي نبقى ندير فيها التليفون وبقى نصورك ماما تحت الماء. اولا انا ما بغيتش بصراحه نشريها، قال لك والو غنشريها، صافي شريتها. وصدقت فاش شريتها وصلوني جوج بياسات، انا شريت غير وحده وصلوني جوج، ما عرفتو ثمن واحد. هادشي اللي كاين البنات، ما عقلتش بالثمن ديالهم. نتمنى ما يفزكش ليا التليفون وكان. واخر حاجه شريت البيجامه للصيف، بيجامه واعره بانت ليا، وبصراحه تقال الكاليتي ديالهم عجبتني، حتى هذه رطبه رطبه. هذه البيجامه اللي شريت تدير غير بسبعه البنات. شوفوا السروال كي داير، انا غادي نلبسها معكم. شوفوا البنات كي دايره، غزاله غزاله ورطب في الحقيقه. انا هذه ثلاثه الخطرات تنشري عندهم، عندهم داكشي الطوب والله. المهم انا عجبني. ها نتوما البنات، شوفوا البيجامه، انا غادي نلبسها معكم الكبيدات ديالي، فنه. ها نخليكم نلبسها معكم. عجبكم الفيديو ما تنساونيش البنات واحد القليب، واحد الكومنت يكون زوين. شكرا لكم الكبيدات ديالي، الله يحفظكم.